أربعة. هدول أهم أربع assumptions راح نأخذهم بمعادلة الراوند تريب تايم. إذن الراوند تريب تايم كأفريج بدها تساوي في عندي ثلاث components. راح أفترض إنه في عندي خلينا أسميها تاو at rated speed. تاو rated speed زائد في عندي تاو stopping وفي عندي تاو passengers. هاي ثلاث components رح نأخذهم. الكومبوننت الأول إيش بقول؟ بقول أنا لو فرضت في البداية خليني أحط stops على جنب. أنا عارف إنه ما رح أقدر إني ما أعمل stopping. أنا مجبور أعمل stopping. بس خليني أفكر في المشكلة هاي بعدين. رح أفترض الآن إني طلعت المسافة كلها ونزلت المسافة كلها وأنا ماشي على top speed. ها؟ أديش المسافة اللي بدي أطلعها؟ h تمام. بس h إيش وحدتها؟ فلورز. حتى أحولها لميترز إيش بدي أعمل؟ أضربها بدي اف. إذا المسافة اللي بدي أطلعها هي h فلورز زي ما حكى جروان مضروبة في دي اف حولتها لميترز لأنه هذا meters per floor. بضربها بفلورز بتصير meters. بس أنا ما بطلع بس إيش كمان بعمل؟ بنزل. إذا عندي هاي راح تكون 2 h في دي اف. بس هاي مسافة بتحولها لزمن. ايش السرعة اللي فرضت انا منتقل عليها طالع ونازل؟ ريتد سبيد. هل الريتد سبيد اتيند؟ هاي اول كومبوننت. والسبب اني ضربت في اثنين انه لازم اطلع وانزل. هلا وانا راجع انا عارف اني بضل ماشي بعملش غير ستوب واحدة بس ما في مشكلة. هاي واضحة. عدد الستوبس قديش قلنا؟ اس بلس 1. في عندي اس فوق وفي واحدة تحت لازم تصير. لاني لما برجع بوقف بفتح الباب بسكره مظبوط وبطلع. اذا انا تباطأت وتسارعت مظبوط. اذا هون عندي s plus 1 واذا بتحب راح احط هذه هون هيك راح احط هذه هون هو الاصح عاده. اذا بدي استعمل الترمينولوجي الصحيحه مفروض small s هي تكون الراندوم فيريبل كابيتال s هي تكون الافرج ونفس الشيء كابيتال h تكون هي small h وإتش هي الراندوم فيريبل. أوكي؟ فإحنا إذا بدنا نستعمل هاي بشكل صحيح رح أعمل هاي الترمينولوجي ورح أرجعكم لهاي الترمينولوجي اللي من هون. ونفس الإشي رح نعمله هون. هذه إذا بدنا نعملها بشكل صحيح رح أقول إنه هاي تساوي راوند فيريبل. أوكي؟ فأنا عم باخذ الأفرج. أنا أخذت هون الأفرج لأني أوتوماتيكيا أخذت الأفرج لإتش والأفرج لإس. الباقية ما في فيريبلز رح يكون عندي تي كونستنت. هذا قديش رح تكلفني كل ستوب؟ راح احط تي اس. واخر شيء في عندي الباسنجر تايم. ايش هو الباسنجر تايم؟ الخروج والدخول لازم ياخذوا وقت حتى يدخل ويخرج. هلا احنا الافتراض راح نفترضه انه كل باسنجر بيطلع لحاله ما بيطلعوش اثنين جنب بعض فكل واحد بده زمنه. يعني one passenger boarding. ايش بوردينج يعني؟ بدخل على الطيارة. وعكس بوردينج alighting at any point in time. فمدامهم لازم يطلع واحد واحد انا عارف انه احيانا بيكون الباب اعرض من هيك وبقدر يطلعوا اثنين او ثلاثة بس احنا عم نفترض هون انه بيطلع بدخل عندي one at a time. إذا زمن الخروج وزمن الدخول قديش؟ رح يكون في عندي P في TPN. الدراسات بتشير إنه TPN بحدود الـ 0.9 seconds لـ 1.2 seconds تقريبا حسب طبيعة الناس شباب عرض الباب أوكي كل الأشياء هاي مستعجل مش مستعجل هيك بحدود تقريبا الـ 1 second فبده الباسنجر تقريبا 1 second حتى يدخل ويطلع. هذا الدخول وين صار الدخول؟ هون. طب وهون ايش راح يصير عندي؟ هم مظبوط مش على نفس الطابق بس انا بقدر اجمعهم مش في النهايه كلهم بدهم يطلعوا؟ ايش بقدر اعمل؟ واذا طلعت بي برا ايش بقدر احط جوا؟ بصير عندي بي كل باسنجر اللي دخل لازم بي على فكره مش راندوم فيربل بي كونستنت لانه احنا فرضنا انه كل جيرني راح يدخل بي باسنجرز
هذا في الواقع يمكن ما يكونش مظبوط، ما يكونش في بي باسنجرز او انا مضطر اني استناهم، بس احنا هاي الراوند تريب تايم نفترض انه بي كونستنت، في حين اس و اتش هم افريج فاليوز لراندوم فاريبل، وتاو هي راندوم فاريبل، وار تي تي هي افريج فاليو لراندوم فاريبل. اوكي، فصارت عندي المعادله النهائيه هي، وهاي راح تعطيني الافريج فاليو. هلا نرجع للسؤال اللي سالته تسنيم، ليش انا بصمم على الافريج ما بصمم على الورست كيس؟ مش هذا الافريج؟ معناها في حالات معينه راح يكون ار تاو اكبر من هاي القيمه، في حالات معينه راح يكون تاو اقل من هاي القيمه. اون افريج على فتره الخمس دقائق او العشر دقائق او ال 15 دقيقه راح الاقي انه تاو هي هاي القيمه. مرات الوضع بكون احسن من هيك خفيف، ومرات بكون اشد من هيك. كقاعده هندسيه، امتى بصمم على الافريج وامتى بصمم على الورست كيس؟ يلا فكروا بلها. ليش بقرر؟ ايوه يا ايناس. هلا لما بدي اصمم على اسوء حالي، فانه يكون عندي سيستم كريتيكال، انه انا تمام بتعامل مع حياه ناس وهيك. اذا عندي هون في ديزاستر، بصير ديزاستر او سيستم كريتيكال، ما بقدر اقول، ما بقدر اجي اصمم عماره اقول العماره هاي مثلا اللود تبعها ممكن يكون كذا كيلوغرام للمتر المربع في احيان، وراح اكون اخف باحيان معينه واحيان اكثر، راح اخذ الافرج لانه راح يصير في النهايه راح تنهار العماره. مظبوط، ما بصير اجي حبل بدي اصمم حبل او عمود مثلا لشيء واجي اقول هذا العمود الافرج لودنج تبعه مرات بحطوا عليه لود اكثر، مرات بحطوا عليه لود اقل، لانه لما يجي يحطوا عليه اللود الاكثر يمكن انقطع. بالعكس احنا مش بس نعمل ويرست كيس، وكمان يمكن ايش اخذ مارجن في كل شغلات السيفتي، ديزاستر كريتيكال سيفتي، لما ممكن يصير في فيلير في الكومبوننت ما بصير اصمم على الافرج، لازم اصمم على الورست كيس. طبعا ما بدي اي دونت ونت تو اوفر دو ات، بس بدي اكون منطقي اطلع على الارقام اللي موجوده. وفي اسباب ليش بناخذ مارجن، المارجن بناخذه لانه احيانا الكومبوننت اللي احنا شريناه من السبلاير ممكن يكون في تولرنس، مانيفاكتشرنج تولرنس، ممكن المستعمل ما يلتزم بالارقام اللي انا حاططها، هي كمان يزيد عليها. بدي اخذ انا بعين الاعتبار انه هذا الشخص ممكن يسيء الاستعمال، يزيده، بدي اخذها هوبي. طيب بس حالات الافرج كيس لما يكون الاشي نون كريتيكال، طيب شو صار لو في راوند تريب زادت شوي الزمن تبعها؟ شو بصير؟ بتاخروا شوي، واللي بعدها ان شاء الله انها بتكون اقل شوي، فبتمشي الامور. اذا انت خايف وعندك مشكله بتقدر تحط زياده مارجن، بس ما في مشكله اذا السيستم نوت كريتيكال، يعني الاوفرلودنج او الزياده مش كريتيكال، الكونسيكونسز تبعتها مش كريتيكال، بكون مور الكوست بكون مقبول احسن، بكون السيستم مقبول احسن. اذا نوت كريتيكال، ما في ديزاسترس كونسيكونسز، بقدر اسمم وقتها على الافرج كيس او الافرج فاليو مش على الورست كيس بشكل عام. اوكي okay.